كيحسوش به ضعيف ما كيحسوش به لا تقهرنا ما خرجنا حتى تقهرنا صافي وصلت بينا الهضم واش نبقاو نخرجوا نسعاو السعاية ما بقاتش شنو غنديرو نهزو سيوفا واش نهزو سيوفا وحنا سبورتي في حياتنا كاملين رفضها كارثه الله ياخذ فيكم الحق حسبي الله ونعم الوكيل فيكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم قعلوا سدوا له تخليه حشومه عيب وعار راه دوله الحق والقانون هذه حنا ما عايشينش في غابه لا ما عايشينش في غابه حنا تنحتارموا سي الزيات حنا تنحتارموا اي واحد وكيدير لنا حل المسيره بحلوله الخبازه بحلول كلشي بحلول احنا اللي سدوا لنا علاش شنو السبب تيقول لك خويا محالي خويا محالي ضرب عنده 17 20 عام خويا محالي شغل عندنا ولادنا راه الناس كاين اللي دابا واصلين حتى على الطلاق ما بين الرجل وما بين المراه خويا انا جينا نديرو احتجاج سد لينا لي سال من شهر 3 وحنا سادين لينا حلوا لنا شهر 6 كيجي ما جانا لا قرار لا حتى شي حاجه في الفيسبوك كيقول لك لا سالي تسدو دابا تقريبا من شهر 9 و10 و11 وحنا سادين لا مصاريف لا سينيسيس كتعطي الدعم لا حتى شي حاجه ملي كنجيو نهضروا على الحق ديالنا كيجريو علينا واش هذا حق شنو بغيتونا نديرو نسعاو نسرقوا نكريسيو هادشي اللي بقى لنا حنا كرياضيين حنا كرياضيين والرياضه راه مزيانه هادشي اللي كنسمع انا في الوباء ديال كورونا الرياضه راه مزيانه للصحه هاد الناس راه سدوا لينا ما عرفناش شنو بغاو معنا ودابا حتى قرار ما كاين ملي جينا كندافعوا على ريوسنا كيجريو علينا ولينا حنا حشاكم بحال شي كلاب ولاو كيجريو علينا شنو بغاونا نديروا هاد الناس شنو بغاونا نسرقوا نذبحوا ما هادشي اللي بان ليا انا كاين الشباب الضائع تيقول لك علاش كيخرج جريسي ها علاش كيخرج جريسي واش حنا كنخدموا بدراعنا وكتجريو علينا راه ماشي معقول هادشي راه كيبان ليا ماشي معقول اليوم جينا كنحتجوا على الحقوق ديالنا اللي ضايعه حنا كرياضيين حنا كممارسين وكرؤساء ديال الانديه والجمعيات الرياضيه انا عن نفسي انا بطله مغربيه انا هزيت الرايه ديال بلادي هزيت بلادي عليت العالم ديال بلادي وفي الاخر كيجيني القرار ديال انني غادي نسد لاصال انا والزوج ديالي حتى هو بطل والبالماريس ديالو عامر بطل دولي وطني ودولي كونت ابطال انا عندي ابطال وصلوا لبطوله العالم وفي الاخر تيكون هذا هو الجزاء ديالي انا مونيتريس دو سبور راجلي حتى هو مونيتور دو سبور اشنو غادي نديرو منين غادي يجينا شي مدخول اخر الدوله كتجي كتقول لك سد المحال ديالك الانديه الرياضيه تسد منين غادي تسد الانديه الرياضيه اشنو غادي نديرو عندنا وليدات عندنا مصاريف ككاع المغاربه القطاعات الاخرى كلها مفتوحه علاش القطاعات الاخرى تبقى مفتوحه علاش القهاوي اللي واحد حدا واحد خدامين وحنا لي صال اللي كنخدموا وكنرفعوا المناعه ديال 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 الاجسام ديالنا علاش حنا نسدوا كو كان غير العدل في هذه القرارات ما يبقاش فينا الحال حنا كنطالبوا غير بالحقوق ديالنا كرياضيين كمواطنين مغاربه حنا مغاربه حنا ما جيناش من بلاد اخرى حنا كنطالبوا بالحق فقط الا كنا غادي نسدو كاملين عارفين بانه الوباء وملتزمين بالاحترازات كامله دايرين كاع الشروط الوقائيه وفي الاخير كنجيو حنا غادي نسدو فين ما مصير الرياضه في هذه البلاد ما مصير الرياضه والرياضيين في هذه البلاد هذا هو السؤال ديالنا خويا حنا عندنا واحد المشكل ديال مدينه القنيطره بالنسبه للجمعيات ديال لاصال سادينهم هاد الناس هادو جات هاد كوفيد كورونا يعني العالم بيسريه
عيهم هاد الناس هادو شدونا من شهر 3 و4 و5 و6 و7 عندنا الكليديات عندنا بزاف د الحوايج هاد الناس بكا في اخر المطاف جانا بلاغ بالاغلاق هاد الناس هادو ما داروا معنا حتى شي حل عطيت دخلنا 15 يوم كاع عطاونا شهر عطاونا دابا شهرين دابا حنا مضرورين مضرورين حنا مضرورين بزاف د الحوايج ملي جات دير المس يقول لك لا ما ديرش بطوله احتجاجيه علاش حنا منين حنا ما غنتخلصوا هاد مولك راه هذا دار كاين اللي ضرب عنده 20 عام 30 عام يعني هاد الفتره هادي هي اللي استغلها البوكا قال خويا ليا كاين الناس اللي دابا حدا باعت الماتيريال ديالها باش تخرج باش تخلص وهاد الناس هضروا معنا واحد الحل ما داروا معنا لا حل لا والو خلانو بحال هكاك حنا حاصلين ما خلاو الدري ترينيو حنا عندنا الواجبات ديالنا عندنا كرا عندنا موضوع عندنا كريديات وهادشي اللي كاين